Welcome humans, I'm Dragonetum. على ما يبدو سأكون دائما متأخرا باتشا كامل على هذه الفيديوهات. رايوت تطلق الجديد يوميا هنا وهناك، فالورانت بطاقات جديدة في ليجندز اوف رونتارا، مقاطع صغيرة هنا وهناك من مختلف أنحاء عالم رونتارا. What the fridge؟ يبدو أنهم لم يتأثروا بفيروس المعكرونة الذي يدمر العالم بينما نحن نتحدث. وبالحديث عن فيروس المعكرونة، حافظوا على سلامتكم، يعني الأمر جاد، يعني اتبعوا إجراءات الوقاية بجدية بليز، وشددوا على اتخاذ الأمر بجدية. Okay, now that we got this out of the way، أهلا وسهلا بكم في أخبار أوف ليجندز، العرض أو البرنامج الذي أتحدث فيه عن كل جديد من لعبة ليج أوف ليجندز أو أي لعبة أخرى من رايوت جيمز بشكل عام. ودون الإطالة أكثر، أنا متأكد أن الجميع في هذه الأيام صار يسمع، يرى، يشم، بل وحتى يتذوق كلمة فالورانت، اللعبة الجديدة من رايوت التي اكتسحت الإنترنت حرفياً. كسرت فالورانت الرقم القياسي لثاني أكبر عدد مشاهدات في twitch.tv على الإطلاق ب 1.7 مليون مشاهدات. المركز الأول بالطبع لا زال لليج أوف ليجندز بذروة مشاهدات 1.74 مليون. نايس. اللعبة حالياً في الكلوزد بيتا، البيتا المغلقة، أي لن يتمكن أي أحد من لعبها إن لم يكن لديه التصريح بين مقتبستين، نفس الحالة التي كانت عليها لعبة ليجندز أوف رونتارا قبل بضعة أشهر. الطريقة الوحيدة لتجريب فالورانت حاليا هي بمشاهدة ستريمز الخاصة باللعبة على تويتش. ابحث عن أي شخص يلعبها، وإن وجدت هذه هنا مكتوبة drops enabled، هذا يعني أنه بمشاهدتك لذلك ستريم، ولطالما أن حساب تويتش خاصتك مربوط بحساب رايوت، لديك فرصة للحصول على تصريح الدخول. وللأسف لا يمكنهم إدخال العدد الكبير من الناس الذي كانوا يخططون له بسبب عدم تمكنهم من إنهاء العمل على البنية التحتية للسيرفرات، وذلك بسبب فيروس المعكرونة. لقد قاموا برفع فيديو يتحدثون فيه بالتفاصيل عن هذا الأمر على قناة اليوتيوب فالورانت وليج أوف ليجندز أيضا. وبالحديث عن ليج أوف ليجندز، الجالاكسيز إيفنت حاليا أونلاين على اللايف سيرفرز مع المود الجديد الذي عاد من الموت One for All. ولا داعي لأن أتحدث عنه أكثر لأنني أعرف أنكم لعبتم فيه أكثر من مليون لعبة at this point. وأيضا قبل 3 أسابيع تحدثت رايوت جيمز أكثر عن لول على الموبايل، ليج أوف ليجندز وايلد ريفت. بدأوا الفيديو بشكر الجميع على تحمسهم ومساندتهم للعبة رغم أنها لم تصدر بعد حتى. تحدثوا في كيف أنهم يريدون الحفاظ على ذلك الشعور المميز من كل شامبيون، القدرات التي تميزهم، لكن في نفس الوقت اللعب على الهاتف يكون أكثر اختلاف وصعوبة عن الحاسوب، لذلك سترون بعض التغييرات للعديد من الأبيليتيز والقدرات للكثير من الشامبيونز، منها مثال ميس فورتشنز كيو والألتيمت أبيليتي الخاصة بأش ولاكس. وأخيرا قالوا أنهم لا زالوا يعملون بجد على اللعبة ولا زال أمامهم الكثير، لذلك لا تتوقعوا الكثير من الأخبار عنها في المستقبل القريب. سكينز، لنتحدث عن السكينز الجديدة شال وي؟ كما هي العادة والتقاليد في نواحي شهر أبريل، إبريل، أفريل، نيسان أو كيفما أردت تسميته، ترمي علينا رايوت جيمز أجمل وأظرف سكينات على الكوكب. وهذه المرة لدينا كوسبلاي سكينز، فيوري هورن كوسبلاي فيغار المفضل لدي صراحة، كواي أي إف، بينجو كوسبلاي تريستانا، and ستار غارديان إرغوت. يس، أنتم لا تملكون أدنى فكرة عن الصدمة أو المفاجأة التي استيقظ عليها العالم في اليوم الذي تم الإعلان فيه عن ذلك سكين، لأنه طوال سنوات كانت ولا زالت هناك ميمز على الإنترنت عن أن إرغوت يحتاج إلى ستار غارديان سكين وما إلى ذلك. كانت مجرد ميم مزحة، لكن ليس بعد الآن. رايوت، حركة تسويق عبقرية، برافو. وتوجد أيضا السكينات المملة الأخرى، وورلد بريكرز، وورلد بريكر مازهار، ماوكاي، and سايون. وعلى السيرفر التجريبي PBE لدينا السكينات التي تأتي في الباتش المقبل 10.8، كوفن سكينز، كوفن مورغانا، لبلانك، زايرا، وكوفن زايرا برستيج إديشن. القصص، أو بالأحرى كون ليج أوف ليجندز. في حال إذا لم تكن تدري، رايوت جيمز شرعت في التعمق والتوسع في عالم لول بطريقة لم تفعلها أي شركة ألعاب أخرى من قبل، عبر لعبة البطاقات ليجندز أوف رونتارا ومقاطع سينمائية قصيرة هنا وهناك. كل شيء في ليجندز أوف رونتارا يوجد في عالم ليج أوف ليجندز 100%، نعم، حتى هذا. وهذا العالم أو الكوكب الذي نعرفه جميعا برونتارا. ومع إضافات بطاقات جديدة سنتعرف في المستقبل عن شخصيات أكثر من رونتارا، ولا يقتصر الأمر على الشامبيونز فقط، مثل هذا المثال هنا سيثريا، واحدة من شخصياتي الجانبية المفضلة من دماسيا.
يمكننا أن نرى قصتها عبر أوراقها مباشرة دون الحاجة لقراءة أي شيء عنها. كانت مجندة حديثة في هذه الورقة الضعيفة هنا، ثم ارتقى منصبها هنا إلى أن صارت تعرف أخيرا بسيثريا The Bold. وتم تحديد موعد الانطلاقة الرسمية للعبة أخيرا على البي سي والهاتف المحمول في 30 من شهر أبريل، نهاية هذا الشهر يعني. وأكيد لن تجد أي إعلان من رايوت جيمز هذه الأيام دون أن يدخل معه أنيميشن جميلة جدا، ستانن أرتستيك. سأترك فيديو الإعلان هذا على الشاشة في حالي إن لم تره بعد. أوه، وملاحظة فقط، لا شيء من الأحداث في هذا الفيديو حقيقية في عالم لول، إنه عشوائي ومليء بالأكشن فقط لتسويق لعبة ليجندز أوف رونتيرا لا أكثر. Some claim it is a test of might. Enemies change. The plan remains the same. Lead with your blade. Never surrender. All that matters is victory. But what if you crave more? For that, let's start over. With unfamiliar enemies, you must adapt. Find a new perspective. Improvise. Until you're ready for anything. Well, almost anything. After all, your enemy has plans too. Big ones. Here, you will find your challenge. In the moment between victory and defeat, where it's not your weapon, but your choice that makes you legendary. لكن على خلافه، لدينا في الجهة الأخرى سلسلة Tales of Runeterra، السلسلة الصغيرة التي تحدثت عنها رايوت في نهاية السنة الماضية. سلسلة نرى فيها كيف تجري الحياة في مختلف المناطق في رونتيرا. وحاليا بينما أنا أعمل على هذا الفيديو، تم إطلاق ثلاثة من هذه الفيديوهات: منطقة دماسيا، فراليورد، وجزر الظلال The Shadow Wilds. ها هي لقطات خفيفة من كل واحدة منها. Well, they certainly know the flashy stuff. Perhaps you're not ready. The black mists are reaching further across the waters every year. ولا ينتهي توسع العالم هنا. مع الإطلاق الرسمي لفيدلستيكس، أكيد تم تحديث البيوغرافي خاصته زائد منحه قصة جانبية قصيرة.
وسكيل سربرايز بارتي فيدلستيكس صار يبدو كتشامبيون جديد تماما. His monsters just aren't up to party. Kiss me, fat man. مهرج. لدينا قصة جانبية أخرى طويلة من منطقة إشتار بعنوان أكسيوماتا أو أعتقد أشيوماتا، تحديث قصة كينن وإطلاق الجزء 5 من أصل 6 من القصة المصورة لزد، حيث عرفنا فيها ما حدث لوالد شان المعلم كوشو. وعلى ما يبدو جين حاليا متمركز في بيلتوفر، أو يمكن أن تكون الأحداث في الفيديو السينمائي أويكن حقيقية في عالم لول بعد كل شيء. وإن كان الأمر كذلك، ماذا حدث لكمير بعد مقابلتها لجين؟ ها، أسئلة كثيرة سنتركها لوقتها في المستقبل. فيروس المعكرونة تسبب في إلغاء وتأجيل الإيسبورتس، وأعتقد أنهم استأنفوها مؤخرا بعد جعل كل اللاعبين والمعلقين يعملون من منازلهم. هذا ينقص من جودة ونزاهة المنافسة نوعا ما، لكن هيه، ما الذي يمكنك فعله؟ وأيضا تم العمل على منشور من المطورين ليعلمونا أين وصل العمل على فوليبير، الرابط في الوصف إن أردت الإطلاع على كامل الشيء بالتفصيل. وأقترح أيضا إعطائه سروال أيضا. Gotta be careful around those horny furries around the internet. وأيضا أثناء العمل على هذا الفيديو أطلقت رايوس تصويتا جديدا لاختيار أي منظمة خيرية ستقوم بالتبرع لها ب 100% من كل الأموال التي جنها سكين كارما من السنة الماضية. 50% ستذهب للمنظمة التي ستفوز بالتصويت، والخمسين المتبقية سوف تقسم 25-25 بين المتبقيتين، منظمتين متبقيتين. يس، أنا اخترت منظمة Wonder Foundation لأنها تمس العالم أجمع. TFT فريق التسويق لرايوت جيمز المتكلف بمنطقة كوريا لديه حس دعابة رائع. فيديو الإعلان عن TFT Galaxies الجديد كان على شكل أغنية مثيرة للاهتمام، استمعوا إليها. لا تعليق. وبطريقة ما حتى وبعد تحدثي عن كل هذا وعند إكمالي للفيديو، لا زالت رايوس تطلق المزيد من الأخبار كل يوم. موكا ينضم إلى لعبة بطاقات جونز أوف رونتارا، فيديوهات سينمائية المزيد منها هنا وهناك، بطولة TFT، إصلاحات وتحسينات للرانك في تشامبيون سيلكت وغيرها، لكنها ليست بالأهمية الكبيرة التي تجبرنا على تخصيص وقت أكبر لها، لذلك سنتفرق هنا. أريد أن أشكر السيد المعروف ب إبراهيم أنور على مساهمته في ترجمة قصة داريوس بنفسه وإرسالها إلي. Thank you. لكنني لست مستعدا بعد للتطرق لداريوس، سأترك القصة جانبا في الوقت الراهن لأنني أريد العمل على المزيد من الأنيميشنز في القناة الأخرى. سنلتقي قريبا إن شاء الله إن لم يقتلني فيروس المعكرونة أولا. And see ya.